بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأعزاء، أحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوي. هذا البرنامج الذي يعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. نستضيف فيه أحد أعضاء هذا المجلس أو مستشاري رئيس المجلس، الأستاذ محمد المحمد محمد المختار والمحمد دول المبال. أهلا شيخنا. أهلا. شيخنا، المجلس له دور كبير في ترشيد الفتوى ونشر كثير من حلول الإشكالات التي يطرحها المواطنون فقهيا. ماذا عن دور هذا المجلس أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يعنى بأمرين هامين في حياة المسلم، بل في حياة المجتمع، بل في حياة الدولة الحديثة. أحدهما هو الوظيفة المتعلقة بالفتوى، فهذه الوظيفة من المعلوم أنها من الوظائف الدينية التي أناطها الشرع بأولياء الأمور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الوظيفة، لأن المرجع في ذلك الوقت إنما هو الوحي. ثم بعد ذلك قام بهذه الوظيفة خلفاؤه الراشدون. وبعد مرور حقم من الزمن وتطور الولاية الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، كان ولاة الأمور ينيبون من يقوم مقامهم في هذه الوظيفة. جيد. الأمر الثاني هو وظيفة المغالي، أو السعي في إنصاف المغلومين، أو الوساطة بين المغلوم والسلطة من أجل أن يتحقق العدل. وهذه الوظيفة أيضا وقعت أو جرى بها العمل في الأنظمة الإسلامية عبر التاريخ. وهذه الوظيفة أيضا أسندت إلى المجلس. المجلس كما تعلمون مؤسسة دستورية، وتعنى بالفتوى وتعنى بهذا الشأن المتعلق بالمغالي. فيما يتعلق بمجال الفتوى، المجلس يقوم بأدوار متعددة في هذا المجال. يقدم هذه الفتوى عن طريق المباشرة، عن طريق مباشرة المستفتي. إذا قدم المستفتي على المجلس مباشرة فإنه يفتى، أو الخطوط المفتوحة، أو تقدم له الفتوى جاهزة بإذن الله تعالى، سواء كان سؤاله شفهيا أو كان مكتوبا. إذا كان سؤاله شفهيا قدمت إليه الفتوى شفهية، وإذا كان سؤاله مكتوبا قدمت إليه الفتوى مكتوبة. بعد أن تمر بمراحل، مرحلة الدراسة أولا، دراسة الملف الذي قدمت فيه الفتوى والمعطيات أو المرفقات التي تكون مع هذا السؤال، لننظر هل هذا السؤال والمرفقات بينها السجام، وهناك يعني بينها خلاف، فنستدعي المستفتية حتى يكون هناك، تكون هناك ملائمة بين الاستفتاء ومرفقاته. ثم يعرض هذا على لجنة مصدرة من المجلس تدعى بلجنة الفتوى، وتأخذ فيه رأيا مؤقتا حتى تحيله إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بكامل أعضائه، فيجتمع عليه ويقر ما رأته لجنة الفتوى، أو يعدله أو يلغيه ويجعل مكانه رأيا آخر
يكون نهائيا وتصدر فتوى موقعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للفتوى المغالمي باسم المجلس على هذا الاستفتاء. إذن هذا بالنسبة للأسئلة التي ترد علينا في المجلس. هناك خطوط مفتوحة طيلة أوقات الدوام يتم الرد على المستفتين عن طريقها من طرف المجلس، خط في الشركة المعروفة بماتل، وخط في الشركة المعروفة بشنغتل، وآخر في موريتل. وإلى جانب هذا هذا البرنامج الهام الذي يتم بالتعاون بين قناتكم المحترمة وبين المجلس الأعلى للفتوى، بالإضافة إلى منشورات أعتقد أخرى طبعا، وبالإضافة إلى نفس إلى برنامج مماثل أيضا تبثه إذاعة موريتانيا والقنوات الشركة، هو أيضا مثل هذا البرنامج. إذن هو يسعى من أجل توفير هذه المعلومة التي يحتاجها الناس في دينهم عبر وسائل متعددة، عبر الهاتف وعبر وسائل الإعلام الرسمية وسائل الاتصال، وعن طريق إسداء الرأي الشرعي للمرتادين أو المترددين على المجلس الأعلى للفتوى والمغالم. هذا بالإضافة إلى ما يقوم به من طباعة الفتاوى الصادرة عنه، وكذلك الفتاوى التي يجمعها كتراث ويقوم بتحقيقها ومراجعتها. وفي ذلك الإطار قام المجلس بمجهود كبير بعد قدمناه لهنا قبل منهم نموذج الاثنين في آخر البرنامج. ما رأيك في قبل بما أن الحج على الأبواب، ما رأيك في عدو موضوع هذه الحلقة؟ لا أمانع في ذلك. إذا ما هي شروط هذا الحج وما هي أركانه مثلا؟ الحج طبعا فريضة من فرائض الإسلام، بل هو أحد دعيم الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. والحج لغة هو القصد، والحج اصطلاحا بعضهم يقول إنه غني عن التعريف، وبعضهم يقول إنه إحرام وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة. هناك لغة واصطلاحا هذا تعريف الاصطلاحي. وعلى كل حال هذا الحج هو أحد دعائم الإسلام كما قلنا التي بني عليها الإسلام، والأصل أنه فرض مرة في العمر، معناه أن الله سبحانه وتعالى قرر أو فرض لمن على المكلفين حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. قال تعالى طبعا هذا في حق المستطيع طبعا، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فربط وجوب الحج بالاستطاعة، بالقدرة الصحية الجسمية والمالية. هو كذلك استطاع بعضهم الأقدمين كان يفسرها بالزاد والراحل، ونحن نفسرها بطريقة عام أو أشمل، نقول هو القدرة البدنية والمادية مع توفر الأمن. ونختار نقول عن هذا الحج على أنه اختلف أهل العلم هل يجب على الفوري أو يجب على التراخي. سؤال كثير طرح كله، بعضهم قال إن أنه واجب على الفوري بمعنى أن مؤخره آثم عند القدرة عليه، يجب عندما تحصل الاستطاعة يجب عليك أن تؤدي عنك فريضة الحج فورا، جيد، وتأخرك إياها بعد الاستطاعة فيه إثم. ولعل ما نشهده ببعض الأوقات يؤيد هذا الرأي، لأنه ليس في كل ساعة كما يقال، وأواني تتهيأ صلائع الإحسان إذا أمكنت زينهت. فبادر إليها كراهات لإعادة الإمكان زينهت. قالوا إن الأصل في أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله أنها تجب المسارعة إلى امتثالها، جيد. وبعضهم قال إنه واجب على التراخي، يعني تفوت تخلق فترة تخاف من الضعف عنه يعود عاد واجب الصلاة. إذن الحزم لا حد يعجله حق هؤلاء الذين يقولون بوجوبه على التراخي من أدلتهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما حج لا حجة الوداع زين يعني عاد في السنة الأخيرة، وقالوا أيضا حد وخره
وجابوا عقب ذاك ما يقول ما نقول انه قاضي الحج به اللي ما فات عليها عنه يعني كان وجب عليه الساعة وأخره نقولوا حق هذا عاد قضى. وعلى كل حال هذا الحج يجب على المستطيع قال خليل ولو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة عليها ولو كان يصير بعد الحج فقيرا أو كان يترك أولاده وعياله بدون للتبعش بالصدقات. الحقيقة هذا اللي يقوله العلماء على عنه يحث ويدل على آكدية الإتيان بهذه الفريضة بسرعة عند الاستطاعة إليها. اللي يقوله ولو بافتقاره على ولو كان يصير فقيرا بعد الحج مع أن نختار النبه على أن ورد الحديث من الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق بشيئين بالرزق بالغنى وبالفقر لشخصين الحاج لأغنية من الحاج ولو بعد حين والثاني الزاني أعاذنا الله وإياكم من ذلك لأفقرن الزاني ولو بعد حين. هذا في الحديث عجيب حاجة. ما يركن هذا الحج ما فتنا بعدنا قاع من هذا الحج طبعا هذا الحج عنده أركان غير اختاروا نقولوا عنه بعد ما هن لا يعود رجاج عدل الحج وسقط عنه الفرض هو الحج عنده ثمرات وعنده فوائد يعني نعود الحج مقبول حج مبرور حج مبرور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال إيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله رقم اثنين ثم حج مبرور زي. وفي الحديث الصحيح الحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة وهذا هو السر في حرص سلفنا الصالح على أنه كان يبذل الأقصى مجهود من يؤدي هذه الفريضة من أجل أنه يفوز بذيك الجنة زين يعمل عليها العمولان أنه يعد لحج المبرور ولهذا كانوا يمشوا حتى على أقدامهم. أدركنا بعض سلفنا يقولون حج فلان ماشيا على أقدامهم وحج فلان ماشيا وحج الواحد كان يقوم بالعزيمة يحج لا بالعزيمة وواحدين منهم يرتحلون رواحلهم ويمشوا والزاد متواضع وبسيط معناها عنه في الفترة اللي فضل من مولانا جاد مولانا بها جاد فيها بالنعم وجاد فيها بنعمة الماء وبنعمة الطيران اللي لا هي ساعات محدودة لشدة الرحلة من ربنا الطائر جاء منه من شدة الأسفار كان جنة الرب لا يمتن للعباد بما امتناعه عليهم بادي. بعض مشايخنا يقول هذا عد النظم في الموضوع يسوغ به أو يبين به صحة الصلاة في الطائرة لأنها منا والرب سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون وهذا في باب سياق الامتناء قالوا هم أن داخل في ذاك زين حتى والنعم لمن بها هي ما تعود حرام علينا يمتن علينا بها وهي حرام علينا هي اللي تعود لها إذا عدنا فيها يلحق الوقت تجريه علينا ولا نقدر نصلوا فيها معناها أنا زين ما متناقض شوي جي. بالتالي معناها أنها تصح الصلاة في الطائرة صح. هذا الحج كما سألت إذا معناها قلنا عنه ليس له ثواب عند الله إلا الحج دين. وفي الحديث إلا الجنة ما الحج ولم إذا معناها أنه هو جزاء الجنة وما الحج ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أنا نقيا من الذنوب والخطايا حق نديروا خط تحت خرج كيوم ولدته أمه قالوا العلماء عن هذا الكامل الأعمال البر اللي تكفر الذنوب وجنها مكفرات عنها مستثنية منها تبعات حقوق الآدمية ما هي داخلة في ذلك إذا عادت عليك ديون للمخلوق إذا عادت عالقة بيك حقوق له استحله منها إما إذا عادت حقوق مادية أديها
وإلى إعادة حق حقوق معنوية أتحلوا منها. لا فهم البعض يقول يعني تولى الله حالة مبرور إن شاء الله إن شاء الله. هما بعد يقولوا عن هذا لا تدخل مكفرات الذنوب كاملة عنها لا تدخل فيها التبعات اللي هي حقوق بني آدم ديون إما من تأديتها ومن من التحلل من أصحابها زين إن يسامحوك وتستغفر وتتوب المنار إن يسامحوك هما لكن بينك أنت وبين الله كفروا ذاك العمل اللي قال لك أنه من مكفرات الذنوب زين. إذن قضية الأركان والحج كما تعلمون صعيب وموريتاني ما كانت تبوب عليه أصلا. أعتقد قف شيخ خليل منه ما كان يقرأ قاعد بلاد شرطة هذا ما هو وحده قطت الناس مضات عليها فترة في المحضرة ما تقرأ زكاة العين حق لأنها ما هي كان ما تلي يتم التعامل بينهم ولا تلاقوا هما ثمن الأشياء وقيم المتلفات وخلاهم عنهم والله الجزئية والله الأقفاف المتعلقة بهم من باب الزكاة وعدلوها حتى للجهاد خلاوه وفم أبواب فقهية يقول الفقهاء إنها إنين تعود الفترة ما هي مطروحة فيها يتخطاوها لما حضروا يعجلوا الشر لكن لو أهم منها اللي مطروح في العصر زين حتى مطروح في العصر زين. الحج عنده أعمال وعنده محاذير عنده أعمال يعدلها الإنسان وعنده محاذير الله يترك صحيح. هذا اللي يقولوا المحاذير يقولوا له محرمات الإحرام مثلا تدرس على حدة وعنده أعمال يقولوا الفقهاء أو يرتبها الفقهاء على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الأركان والمرتبة الثانية هي مرتبة الواجبات عندهم عن الواجبات مرتبة دون مرتبة الأركان زين. والمرتبة الثالثة هي مرتبة السنن والمرتبة الرابعة هي مرتبة المندوبات زين. معناها أن ما يقوم به الحجاج لا يدو أن يكون من قبيل الأركان أو من قبيل الواجبات أو من قبيل السنن أو من قبيل المندوبات ما يقوم به الحاج من الأركان محدود عبارة عن أربعة أعمال يا الله حد يعود عارف أنهم أركان الركن كما قال سيدي عبد الله في مراقي السعود الركن جزء الذات والشرط خرج وعلة وجودها في المنتهج معناها أن الركن هو المكون الأساسي اللي لا بد للذات منه حتى تصح تسميتها ذاتا قائمة بذاتها. هاي الأركان بالنسبة للحج أولها الإحرام. أيوة. الإحرام عبارة عن النية والنية محلها القلب يغير يا الله يقرنها حد بذاك اللفظ اللي قاله التلبية يغير بعد الركن الأساسي هو ذاك القصد والتوجه اللي في القلب لا رجاش ماشي لا يعدل ذيك الأعمال زين حتى هذا ركن أساسي وحد ما جاب هذا الركن إلى عدل أي عمل من أعمال الحج قبل فعل هذا الركن الأول لا يعتبر في الوضع الهاضي إنما الأعمال بالنيات هذا هو الركن الأول اللي قاله الإحرام صحيح. الركن الثاني هو الطواف بالبيت سبعا وهون نبه على أن الطواف اللي يعدلوا الحجاج أهل هذا يعدلوا أهل تطويفة يعدلوا طواف قدوم القدوم إلى البيت وهذا الطواف واجب يا خير ما هو الركن ويعدلوا طواف قالوا طواف الإفاضة ويعدل يوم العيد ركن باط ويعدل يوم العيد ورا هو لا مانع من تأخيره إلى يوم العيد والشهر كله لقاش يجد أن هناك حرجا أو ضيقا أو تعبر والله زحمة ما هي معتادة لا حرج عليه في أن يؤخر طواف الإفاضة يعرف أنه ما هو لا يحل إلا به تحلل تمه هذا طواف الإفاضة قدر قال يوخره أيام عقب قاع يوم العيد بل لو أخره إلى آخر يوم من العيد آخر يوم فما ترتب عليه زين
غير تاخره عقب شهر العيد الى ان يدخل المحرم، هذا عاده فيه الهدي. هذا طواف الافاضه هو الركن الثاني من اركان الحج. والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه مره يعدل ورقاش عقب طواف القدوم، ينعد متبتع يعدلوا عقب طواف القدوم يعملوا مفرد. ايه مباشره مفرد. ايه يعملوا معناها عنه حد هو طواف القدوم هذا. ما زلنا الى هذا المنال الى رينا فرصه ندرسوا عنه هذا طواف القدوم، عنه واجب من الواجبات اللي ما زلنا لا نتحدث عنها وانه باقي بالاركان. يا غير ما هو كل حد واجب عليه. يعني جات قاع المراه وهي عليها المال. لا بتسبق هي ما هي تعدل القدوم زين. ما هي تعدل طواف القدوم؟ ابن ادم الس ومش عدل مباشره للساعة. والله جاء قاع الوقت ضيق احرم بالحج الوقت ضيق الى لا يجيب الطواف ويجيب السعي يتفوتوا عرفه اللي هي الحج وعرفه كله الركن الاساسي يخلي عنه هذا. حد خلى طواف القدوم ما جابه اذا الترتيب ما هو اساسي بسبب العذر. هو حد وجب عليه طواف القدوم وما زلنا لا نتعرضوا لشروط وجوبه ان شاء الله تعالى يجب عليه ان يسعى بعده. هذا السعي عد هو الركن ولهذا مطالب بسعي عقبه يوم العيد الى عدل طواف الافاضه ما عليه السعي. يا غير حد ما جاب طواف القدوم ما هو مشروع في حقه والله عنده عذر عنه ارى هو سعي لا يعدل الا عقب طواف الافاضه يوم العيد. زين وأن رأينا التركان أركان الحج صحيح الإحرام والطواف والسعي والسعي اللي ركن رأينا بل لن يعدل زين الله إما بعد طواف القدوم عند مشروعيته وإمكانه زين حد وإما بعد طواف الإفاضة عندما لا يكون طواف القدوم مطلوبا منك زين والله ساقط عنك بسبب عذر ها زين حد لا الركن الرابع هو عرفة وهو اللي ورد فيه الحديث الصحيح الحج كله عرفه الا الحج عرفه عرف. غير تعريف الجزئين مفيد للحصر قالوا هم ان الحج عرفه معناها معظمه والاساسي فيه عرفه بهاش بها محدوديه وقتها عرفه هذه محدود وقت باللي هي عندها نهار وليله الناس تمشي شورها يوم تسعه وتظل واقفه عندها وتم فيها هنين يعود بعد غروب الشمس حد يقع النفير منها زين. يا غير الوقوف بعرفة نهارا من الواجبات وليس من الأركان زين. من واجبات الحج اللي ما زلنا لا نقوله عنها تجبر بالدم. وأما الوقوف بها ليلا فهو الركن الأساسي وبالتالي معناها الوقت اللي يتأدى به الركن ألا ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. زين. حد فاته هذه الساعات المحدودة ما نعرف اللي يفهم كم ساعة 12 ساعة 11 ساعة 10 ساعات 9 ساعات يفوت الحج كامل كله. هاي مشكلة. وحد ما اللي حافظ على ذا ذاك الثاني كامل يدرك. بالتالي معناها عنا يلا هؤلاء كان ضروري قلنا عنهم الإحرام والسعي وطواف الإفاضة وعرفة. إذن أربعة غير حرفة يا الله ينتبه الحجاج عنها ذي الوقوف اللي نعدلوا بها نهارا ما هو هو الركب لا يمشي ينقرر رقاش ويعجل سابق غروب الشمس مع أن هذا الحمد لله ما هو الغالب اللهم إلا على عام جن لا يدرك شيئا يا الله حجاجنا الميامين يظنوا واجهين بعرفة من نهار بحسب الاستطاعة لا بد من حد يعود داخل في حجز ما يعرف بعرفة جغرافيا هناك وهذا الوقوف واجب ينجبر بالدم ولا يعدل فيه قدر من الأعمال اللي مسنونة ما فيها شيء واجب يومها الواجب لا الحضور فر يا غير كونهم يصلون الظهرين جمعا وقصرا وتخلق الخطبة ويخلق الوعظ هذه كلها الحمد لله أمور يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزمه فساد ولا هدم والبعض يظن عن الجبل قبال لا بد حد يوقف فيه وبعض يفهم عن الوقوف عن الوقوف ولا يعود حد خايف على نفسه حق
لم يصل للشو قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حد استطاع سبيلا إلى الوصول إليها ما كيف تشي يعني بعد يتأدى ركن الوقوف بعرفة بأي جزء من عرفة زين يا غير يا الله نعود عارفين أن هذا الجزء أو هذا الوقوف عبارة الفقهاء يسموه الحضور أيضا معناها لا بد من تعود موجود في عرفة ولو ثانية واحدة زين ولو ثانية واحدة لا تعود ثانية واحدة بعد غروب الشمس تحققت أن النكفب يا غير قاع حد بعد إذن عرفة كلها موقف عرفة كلها موقف كلهم موقف حقا ياسر الناس يشك عن الوقوف بعد قاع أنه يتم واقف وش من الناس مو اللي شكانوا لا بد له من يجي للجبل الجبل فمي كراهات متينة صعيبة ذاك لا حد قادر ولا شيء هو الهام يتفهم بشكل مبسط للمواطن لا يؤدي إلى زحمة يتضرر منها الشخص أو يضر الآخرين يمشي ويحصل ذاك الموقف وحد يضر به ذلك أو يسبب الإضرار للآخرين ما هو مطلوب منه زين انت مطلوب منه انه يعدل الوقوف بعرفة نهارا واجبا ينجبر وبيدا ويعدل ليلا ركنا لا يمكن ان يصح الحج بدونه يعني يعملوا لا لحظة واحدة شيخنا انت بشكل مبسط للمشاهدين لياسر الحج انا عارف كراهاته كيف تقدوا تسنتون من عند الحرام بالحليفة الى نيوف الحج متوعد ما لا يعود على حساب ما هو لا بشكل المشاهدين موجودة كثيرة لكن بشكل الآن دور المشاهد جزء هي من الوقت هي الآن على كل حال الحجاج الآن متواجدين في موريتانيا مازال ما تمشى وكلهم أسئلة كثيرة حول الموضوع حد سبق في المدينة المنورة وهذا هو غالب حال حجاجنا يا الله إنني عود لا هي يخلق طلوع شور مكة يا الله إنسان يتهيأ سافك تدخل شوي عندنا هذه صلاة الأربعين هذه يقولوا ما هو المدينة المنورة ياسم ناس مهمة عندهم المدينة المنورة فيها زيارتها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرمنا الله وإياكم تلك الزيارة أعمل الله يعيدنا لكم بها مرات ومرات زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل كثير قال تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما هذه زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأكرم خلق الله على الله وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة في مسجده هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أنا عن حد جال المدينة المنورة لا يحاول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يا الله يدير ذهنه عنه بمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتوبة إلى الله والحضور في ذيك البقعة الطاهرة على أنه لا يتحط خطاياه بإذن الله وفيها ذيك الروضة اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قيل على أنها روضة حقيقية على هذه البقعة من الجنة قال بعضها طشة من الجنة أنها طشة من الجنة هذه البقعة بسط شوي اللغة عليه حق وقيل إن الصلاة أو العبادة فيها موجبة لدخول الجنة هذا جيد على كل حال هي بقعة ما كف البقاء الإمام مالك رضي الله عنه مذهب عن المدينة أفضل من مكة هذا هو اللي قال خليل والمدينة أفضل ثم مكة لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من كل قبر الرسول ما في خلاف ما في خلاف أنه أفضل من كل شيء حق بعد من البيت ومن ما ضم جسده الشريف من تلك البقعة ما حل إجماع أنه أفضل بقاع الله على الإطلاق وما سوى ذلك من المدينة فهو أفضل عند إمامنا مالك رضي الله عنه من مكة بدليل ملي واضح ننتلاه يخرج من مكة مهاجرا وقف وقال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأنزلني بأحب البقاع إليك إذن أصبحت المدينة أفضل من هو ذا الرعية من مكة إذن هذه المدينة لا
لا يعدل حد فيها الزيارة، ولا يعدل فيها الدعاء، ولا يزور البقيع، ولا يعدل فيها صلاة الأربعين اللي الصلوات قاع كاملة يعرف أنه مضاعف. ما هو لا يعدل الصلاة ما وضاعفت ربي ألف صلاة. لكن هي مهمة عند البعض، وهي أظن أيوة عن حديث هذا اللي لا يقول لك في صلاة الأربعين هو وارد فيها بعض من الآثار أن من حافظ على أربعين صلاة في أي مسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا لا تفوته صلاة أن كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا عاد هو السر ومحافظة الناس على هذه صلاة الأربعين. ويعمل الأحاديث ما هو قد ذاك كامل من الصحة. العلماء قالوا على أن فضائل الأعمال يحتج فيها بالأحاديث الضعيفة، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلق. إذن معناها الحد في المدينة لا يعدل زيارة، لا يعدل صلاة الأربعين، ولا يعدل زيارة البقيع وما أدراك ما البقيع في 10,000 من الصحابة، ويعدل الدعاء، ولا يشوف ذيك المشاهد. إذن كل أعمال المدينة لا علاقة لها بالحج، إنما هي زيادة خير. أعمال بر بر يقر لا علاقة لها بالحج. الحج لا إلى بدؤه البعض يسولنا من الناس، بعض يسولنا يقول لك أنا اليوم ما زرت حمزة علي دم، والله ما جيت القبلتين علي دم، والله الدماء والأربعين مهمة عند الفات دخل باب الحج، دخل حرمات الحج. لكن الركن الأول اللي قلنا قبيل اللي قال له الإحرام توفي اللي في الحليفة، حد ما تحرم ما هو مرتبط به الدماء اللهم إلا بمجاوزة الميقات حلالا. قد حد يلزم دم ما تحرم بسبب مجاوزة الميقات حلالا. زين إذن هذا مواصل مع رحلة الحج ليسمعها المشاهدين. لين يتلا حد لا يتحرك يا الله يتنظف ويا الله يستحم مثلا يغتسل يتنظف ويا الله إلى عاد عنده أظافر يقصهم يعرف أنه ما تلبس وشي ساعة اللي يتلبس بحرمات الحج، وإلى عاد مقمر يخرط راسه وإلى عاد فيه شعر مأذون بقصه يقصه ويعرف عنه لا عاقب ذاك ما تلبس السبة من ذيك الأمور، يلبس الحرام اللي إلينا يجي لبلد أبيان علي اللي هو ذو الحليفة لا يعدل شيء من الأعمال اللي ما هي لاحقة مرحلة الركنية ولا فات لاحقة مرحلة الوجوب مملي هي الأولى يبدأ بها. يعدل الصحوم كيف صحوم كيف صحوم الجنابة سنة اغتسال حق بعض، ولا يعدل هيئة تتأله مناش لبس إزار ورداء ونعلين، هذه الهيئة الاجتماعية سنة أيضا، ولا يصلي ركعتين نافلة ويقوم قايس الباص والله السيارة الخصوصية. وعندنا ندخل كراعو يقول لبيك لبيك اللهم بحج إلى عاد هام إلى عاد مفرد إلى عاد هام يحج مفردا، وإلى عاد معتمر يقول لبيك اللهم بعمرة، وإلى عاد هام يقول قارن قارن المتمتع ما هو جامع ما هو قاعدين جامع المتمتع ذاك صاحب العمرة قبيل يعني يمشي ويعدل العمرة ويوفى منها ويرجع الحج ويعدل الحج في نفس العام، يعود العمرة عدلها عقب الفطر. إذن القران وحده والإفراد وحده هو ذلك أنواع الإحرام ثلاثة. أيوة والهم. الله أنواع الحج ثلاثة، فيها شيء قال له الإفراد، فيها شيء قال له القران، وفيها شيء قال له التمتع. الإفراد عبارة عن حد يلبي بحجة لا عمرة معها ويستمر على عمله إن يوفي الحج، والقران عبارة عن نقاش يقرنهم على يجمعهم الاثنين في النية بيك اللهم بحج وعمرة بعمرة وحج والأخرى لا بحج نتوف. وهذا اللي قال له التمتع عبارة عن حد يعدل عمرة في أشهر الحج، شهر الحج اللي نقولها تنقال ذو شوال وذو القعدة وذو الحج. شوال نقولوا له الفطر الأول الفطر الثاني، وذو القعدة نقولوا له الفطر الثاني. حد عدى العمرة في واحد من هذو يسوى جاي جديد ويسوى كان فمعدى العمرة في واحد من هذو الشهرين والله عدلها عاقب هلال العيد وبعد الفراضي منها أحرم بحج، يا
يعرف أن هذا هو الإنجال المتمتع. وقال تعالى في شأنه: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إرادات. حد تمتع، الله حد قرن فرض عليه من هدي، وهذا الهدي عبارة عن ناقة معناها زينة من البل، والله واحدة من البقر، والله الشيء أفضلهم البل والبقر هي الثالثة، والغنم هي الأخيرة، على العكس الضحايا، الضحايا أفضل فيها الغنم ثم يليها البقر ثم الإبل هي الأخيرة. قالوا الفقهاء أن الهدايا مطلوب فيها كثرة اللحم، توفير اللحوم بكثرة لكثرة ما في الموسم من الحجاج، زين زين زين. والضحايا ما فيه ذاك، مطلوب فيها طيب اللحم، زين، وأن أطيب لحم الغنم ذيك اللحوم الأخرى. نحن له نخضع لرحلة الوقت بالعجلة بين الوقت يكان لك بوسيلة من أخرين. إذا عن وراء الحرام، وراء الحرام معناها لين يقول يا الله الحرام لا يسهل حاج أن يقرنه بتربية، زين. وهي التربية يعدوها الفقهاء في السنن غير ملي لين يلحقوا ما يجب فيه الدم، يعدوها من تركها من موجبات الدم، زين حتى. وبالتالي معناها عنها واجبة ولو مرة واحدة، ومن الأفضل تكرارها دائما، ومن الأفضل تم حد الله يعاود بيك اللهم بيك البيوت لين يوصل لمكة يعود عنده متسامم من الوقت يلا يعد الغسل ثاني مندوب زاد هو لدخول مكة، ومن هنا هو من ذاك الغسل يتم قيس البيت، ومن نجي لا يسه البيت ما مسجد الحرام ما يحيى بركعتين تحية مسجد مكة الطواف. حتى طواف القدوم يبدأ بطواف القدوم كما نقول سبع أشواط، يعادلوا سبع أشواط، أيوة، ويعادلوا عاطل البيت بزر العسري، يعادلوا عاطل البيت بالزر العسري، ويعدلوا بطهارة من الحدث لا بد منها، وطهارة من الخبث، ويعدلوا بالستر لا بد من ذيك الشروط المطلوبة. ولهذا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، ولا بد من يعدلوا متوالي توالي لا معناها الأشواط متوالية، زين حتى وذكر حتى الأشواط يا الله يعدل منها 3 خبر معناها محرك فيهم قلع عن و يعدلهم محرك فيهم شوي قطر دفع شوي والآخرين هذا لعادة الساحة تسمح بذلك ورقع ذلك ما يقدر يخلق ركعتين فيجي بليدة مثل منه لين يعادة للطواف بهاي الضوابط اللي كنا نقوله يوفى منه يجيب ذوك الركعات الثنتين. خليل يقول وفي وجوب ركعتي الطواف في سنية ركعتي الطواف ووجوبهما ترددوا، زين. حدين قالوا انهم سنة وواحدين قالوا عنهم واجبات، زين. ذوك الركعات يعدلهم ندمر خلف مقام إبراهيم، زين. وهذا الطواف يا الله يبدأ يا الله مقايلينها الحجاج لما يامين انهم يطرحوا بالهم لا يخسر طواف طواب حد لا يعدلوا لا بد تمزر دائما أول انطلاقة الانطلاقة تعود من مقابل الحجر الأسود ويا الله حد ما يعود وقتها لين تلا ينطلق عاطين البيت بزره وقف هي الأولى إياك اللي تحدد منطلقك وقفتك هيك عود مقابل الحجر الأسود يا قاري عود عند مكبك الأيمن إياك تعود ما بقى شيء من طواء من الحجر ما مريت عليه في ذاك الشوط معناها عود داير إلى عند يمينك لأنك عندما تنطلق معناها أنه أصبح الحجر الأسود مقابل جنبك الأيسر هو يجب أن يكون على اليسار يجب من شروط صحة الطواف أنه يعود مياسر الكعبة لن يطوم عاطيها بزر العربي طواف خاسر لا العسري ولي الله يطيب لا العسري ويعود أمال اللي قلت لك سابق ينطلق يجي واقف لين يتأكد على أنه الحجر الأسود قطعا ما هو متخطيه ولا متخطيه جزء منه من بدنه مقابل منكبه الأيمن والله يتخطيه للاحتيال
لنعود الله لابد وإلى اللي جه زحمة لابد يرجع لنفس الصيغة اللي كان به الوفد كامل لابد من يوقف إلى يتأكد على أنه والله ينوي بعد على أنه بعد هو يبدأ من ما من سابق وأفضل صحيح يا غير ما هو ما هو الأولى. إذا بعد ذلك الطواف دير بالك ونجتك أنك الطواف بدأت من الآن عندما أصبحت مسابتا للحجر الأسود وتخطيك شوي لا عندما تبدأ شوطك قطعا لا يتمر مقابله كامل شيخنا لا هي وتقبير الحجر الأسود اللي سنة بأننا قاعدين نقوله للناس صار حالي قال إلى كم هم كل حد يضيع الناس صحيح يا غير بعد حد توذي مسلمين بين كان راو سؤال والله من سيرة جوادتنا لهين اختصروا ورا ذاك سعي ورا ذاك سعي كلا الأسئلة اللي لهي تطرح سعي إذا معناها رين توفى الحجر الأسود قلت لك لأن تقبيله أصل السنة يعني غيرك ما هو باكل وحتى الركن اليماني كنت تستلمه بيدك غيرك ما رجعت تفزلي يعني بعد كل ما قابلت واحدا منهما يكفي أنك تكبر وتوف وتقوم مجاوز إذا تمم سبعة أشواط تقوم جايس خلف المقام وتصلي ركعتين والله أي بليده المسجد لما رأيت يعني غير مندوب خلف المقام يعني توف وطبعا هذا الطواف يلا يعني نتمو معمرينه بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يقر ما هو قراءة القرآن قراءة القرآن ما تعدل في الطواف عجيب ذي هذا مهم لا الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن توفى منه يا الله تمر بزمزم وتشرب منه استنانا ترتوي المي وتقيم قيس المسعى وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مولي أربعة وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعة تمر زين زين الله وتم تطلب مولانا دعاء عندما تقف على الصفا والله تقف على المروة مولانا وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة ما عسى كلهم لين وقف عليه بعد الطواف أيوة. لين توفصل من هذا طواف القدوم والسعي أنا أكثرك نزل عنك اهلتك من أركان الحج ومشي استريح وإذا الله يتعطيه منك نزلوا عني لا ركني ثلاثة السعي هي الصعي نزلوا عنك لا اثنين لا اثنين طبعا واحد الإحرام أيوة. وواحد واحد سعي السعي وما زالوا عليك اثنين اللي هو عرفة وطواف الإفاضة صحيح والله صح صدقت جزاك الله خيرا يا قرن استريح وإذا الله يتعطيهم حاول ما استطعت أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام لأن ميتر لأن ميتر كثير بعد ذلك أيوة لين توفى عادة الحجاج يا الله يطلعوا يوم الثمانية قالوا يوم التغوية وثامن الشهر يخرجن لميناء ونجي نجي لميناء يا الله نجي وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح تمشي عقب صلاة الصبح يوم تسعة قايس عرفة ونجي العرفة تستحم ذاك الصحوم اللي كنا نقوله إلى عاد ماك ولا يطل فم الا الدعاء والذكر والإقبال على مولانا ويا الله الحاج يصدح دار على أن هذا الموقف هو آخر محطة لبقاء الذنوب معه زين. يا الله حد هذا الموقف يباهي الله به الملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم وحد وقف بذاك الموقف وتم اللاق قايلة لأنه ليش لكن ما هو معلوم فيه حالي عادل الله وإياكم بعد عرف هيدا اللي مشوفات إذا يجي العرب ويغل فيها لا يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا لكنه ركعتين ويجمعوا في بلد ويصلوا الجمعة تقديمي صلوا في أول الوقت الظهر والعصر ويا الله يحضر حد كل خطبة اللي يعلموا فيها الحجاج بقية المناسك ويتم فم تروح الشمس مروح بيين لين تطيح الشمس ويخلقوا الأذانات ينطلق ولا يصلي المغرب ويتم صلي الناس المزدلفة المزدلفة وتجيها وتصلي يجي المزدلفة مغرب العشاء تؤخر المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء إلى أن تدخل قاعية المزدلفة ويعملها تؤخر عليها الوقت وتجي وتجمع جمعة تأخير أملي المغرب والعشاء العشاء لا يتقصر
والمزدلفة واجب النزول بها بقدر حط الرحال، يا غير المبيت فيها مندوب، والوقوف بالمشعر الحرامي مع الصباح فيه أقوال، قيل إنه مندوب وقيل إنه سنة وقيل إنه واجب، حد كامل قد يحافظ على الوقوف بالمشعر الحرام معناها يبات في المزدلفة، لا يوقف بالمشعر الحرام ما هو من الضعف يلا يعاسيها، الضعف يرخص لهم بأنهم يمشوا من عقاب الليل قبل إيدهم وإياك يوصلوا بلد العقبة ويرموا ما حد ما تشتدت عليهم الزحمة لولا إنين يجول إنين يمشوا عن المزدلفة لا يرجعوا المينة ذيك اللي كانوا فيها يوم الثمانية وصلوا فيها حاجة لك الأوقات كاملة، إنين يجول المينة ما هم عدنين فيها يوم العيد ما هو شيء رمية الرمي والحلاء لا يرمي لا يعدل الله رمي جمرة واحدة قال له جمرة العقبة لا يرموا جمرة العقبة بسبع صيات بسبع حصيات يا الله يعودوا ملتقطات من هذا اللي قال له المزدلفة زين، وين يقبلوا هذه الحصيات ويرموا بهم جمرة العقبة يقيس حد الحلاء يخلق تحلل الأصغر والله ويخلق التحلل الأصغر معناها يحل للحاج ما كان حراما عليه باستثناء النساء والصيد هذا بقي منعهما والطيب بقية كراهته بعد ذلك بعد ذلك يتم قيس مكة إذن يعود الوقت سامح بل أنهم يعدلوا طواف الإفاضة يعدلوا به يتم التحلل الأكبر ويعود الأقاج ما باقي لي ما هو رامي الجمرات الثلاثة في أيام من الثلاث تشريق والله في يومين إلى عاد لا ينعجل على الثالث هذا جيد هذا شيخنا تقادم على الحلقة معناها عن الأسئلة اللي خلال السكالات ينحنوا بهم إن شاء الله حلقات أخرى تقادم على الحلقة غير مهم لأن الناس الآن تسول عن لا قضية الحج وياسر منها ما عنده معلومات عنه وكيف تعرفه صعيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وحجاجنا الميامي الحج المبرور والسعي المشكورة والثواب الموفور وأن يعين سلطاتنا وسلطات بلادي الحرمين الشريفين على إقامة هذا الموسم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويؤمن المؤمنين والمؤمنات. وهنا نثمن العمل المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الحجاج. جزاهم الله خيرا. مشاهدي الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر الشيخ الموقر محمد المختار والمحمد والمبالة وإلى حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.